الله سبحانه وتعالى هو ملك الملوك رب الأرباب وبيده ملكوت السماوات والأرض والخزائن كلها. فتح لنا خط مباشر حقيقة. الله إذا كان يقول لنا بأنه أنت هو ما تستاهل تعبدني أيها الإنسان، أعبد واحد من مخلوقاتي، أيضا هذا كان يعني لو كان يقول لنا أعبدوا آدم فرضا، آدم ونحن ونصر ماكو قياس بيننا، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم نقول فرضا، يعني إحنا شنو قيمتنا حتى نعبد الله سبحانه وتعالى؟ الإنسان لو عبد عبدا من عبيد الله طبعا ما يجوز، لا يخفى، نقول لو، هذا من فضل الله أن الله حرم عبادة غيره علينا، مع أنه إحنا شنو هيك. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. هذا هو المطلب الأول، أن يعبدون تشريف، فلنلمس ذلك في أعماق جوارحنا وجوانحنا أيضا. المطلب الثاني، شوفوا هناك علاقة التضاد بين العبودية لله سبحانه وتعالى وبين ما عدا ذلك. العبودية للبطن، العبودية للدنيا، العبودية للدرهم والدينار. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رواية كلش لطيفة، يقول تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، هم تعس صحيح هم تعس، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار. تعس يعني شنو؟ راجعوا كتب اللغة، أنا راجعت مجمع البحرين وبعض الكتب اللغوية الأخرى، تعس يعني شقية، شقي عبد الدرهم، شقي عبد الدينار، تعس يعني هلك، هلك عبد الدرهم، هلك عبد الدينار، شقي يعني بعد، تعس يعني بعد، واحد من معاني شقي يعني بعد، بعد عن رحمة الله. هذا اللي يفكر بالفلوس وما يفكر في خدمة أهل البيت، هم ليل ونهار الفلوس، هذا شقي، هذا بعد عن رحمة الله سبحانه وتعالى. تعس يعني سقط، سقط في امتحان الحياة، هاي المعاني اللغويين ذاكرها مع قطع النظر عن هاي الرواية. تعس يعني انحط الإنسان، إذا عبد الدرهم يعني شنو يعني انحط؟ الله يقول لي تعبدون، هذا يعبد الدرهم اللي ما له قيمة. تعس يعني ساء حظه، هاي من معاني تعس. تعس يعني ساء مصيره، هاي من معاني تعس أيضا. تعس إلى معاني عدة كلها مرادة في هذه الرواية. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس أي شقية، أي بعد من رحمة الله، أي انحط، أي سقط، أي عثر حظه وطاح حظ على حسب التعبير المعروف، أي ساء مصيره. أحد التجار كان يقول لي إلي، هذا واحد من الجاردرية، كان يقول بأنه أنا على السفرة يجيبون طعام أفضل أنواع الأطعمة، يقول لكن ما أدرك لذتها إطلاقا، يقول أنا أغبط الفقراء على الفقير، يمكن يأكل خبز وسبزي لكن يلتذ بي إذا يفتهم، وما يخلي فكرة أنه ليش ذاك عنده فلوس أنا ما عندي فلوس، أنت شو عليك؟ هذا تدبير الله، إذا الله رزقك الحمد لله، إذا ما رزقك أيضا الحمد لله. أكو في الرواية أن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر، الله يحبنا، يشوف أنا إذا يعطيني فلوس أضغى، فلأنه يحبني يريد يدخلني الجنة يبقيني فقير، بس أنا ما أفتهم، أتكبر، أتجبر، أغضب، لا أفهم ذلك، مثل طفل يريدون يجروا له عملية جراحية، هذا الصالحة بس هو ما يفهم ذلك. فهذا التاجر كان يقول إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر، فكان يقول بأنه أنا يجيبوا لي أفضل أنواع الأطعمة، يقول كل يوم هكذا دأبي، بس أنا ما ألتذ بالطعام أصلاً. ليش؟ لأنه وسط الطعام فاتح التلفزيون ودي يشوف الشريط اللي كاتب بيه الينش قد صعد والجنيه قد نزل والبوند شنو صار والدولار شنو، هو صراف يعني جزء من عمل الصرافة، يقول كل فكري أنه الفلوس قاعد تصير وفلان الفلوس شنو أسوي، أصلاً ما ألتذ، يقول الليل أجي ما ألتذ بالنوم، أنا أنام وأنا قلق أنه بعدين الأسعار شو تصير. إحنا أشكر ربكم أنه إحنا ننام مرتاحين حقيقة، الإنسان اللي ما عنده رئاسة ينام مرتاح، اللي ما عنده شهرة ينام مرتاح ما يخاف من شيء، هو كل أمر وكله إلى الله سبحانه. اللي ما عنده فلوس مرتاح، بس مشكلة الإنسان ما يفتهم، اللي ما عنده يروح وراء، أنت اللي عندك والقناعة، القناعة كنز لا يفنى. تعس، شوفوا هذا التاجر مو شقي، هو يقول هو يدرك شقاء، يقول الليل ما أقدر أنام وذهني قلق، فد مرة لا تنهار أموالي، من المشتري مثلا مليون ين بعدين يمكن الين يصعد الفوند كذا يصير إلى آخره. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، كلام رسول الله صلى الله عليه وآله.
الله يقول يا جماعة خلقتكم حتى تعبدوني، مو تعبدون الدرهم. يقول لا، احنا نعبد الدرهم، الدرهم هو أفضل. والعياذ بالله، لسان الحال هكذا، وإن لم يكن لسان المقال هكذا. والدليل إذا واحد كان في الحرم فبشر بأنه إذا يطلع برا يطوله فد فلوس.